عندي 15 عام، من 94 وأنا معاه، من 1994 ولدت معاه جوج بنات وجوج وربعة الولاد. ما عمرني عرفت عليه شي حاجه. الولد الكبير عندي عنده 24 عام، ما عمرني شفت عليه شي حاجه. بناتي راه بجوج مجوجين، وحده مطلقه وحده مجوجه براجلها، عمرنا ما شفنا عليهم شي حاجه، عليه شي حاجه خايبه. عمرو ما ركب فينا ربع، عمرو ما دار لنا شي حاجه اللي تخلعنا، عمرو حتى شي حاجه. تنعرفوا عليه تيخرج يخدم وتيجي يفطر في دارو ويتغدى في دارو ويتعشى في دارو، وكاع الناس عارفين عليه. التعامل مع الجيران، ها الجيران سولوهم، الجيران سولوهم اللي بغيتو فيهم سولوهم، ما نعت لكم انا شي واحد ولا الجار اللي بغيتو سولوه، قول لي هذا الراجل اش تعرفوا عليه؟ واش عمركم قلتوا عليه شي حاجه؟ واش عمرو تخاصم معكم؟ واش عمرو روعكم؟ هما غادي يعطيوك خبار. ما عمرو روع شي حد، ما عمرو تخاصم لا مع جيران ولا مع حتى شي حد. واللي تنعرفوا عليه النجار من نهار عقل على راسه هو نجار، تيخدم مع الناس كاملين ماشي معاه هو. هو تيجيب ليه العود تيقول ليه شلخوا ليا، تيشلخوا ليه في الماكينه وتيديه المحل. ما تيقعد معاه، ما تيقصر معاه، ما تيخرج معاه، ما حتى شي حاجه، ما تيعرف عليه حتى شي حاجه. هذا اللي داير هذه الجريمه اللي ساكن هنا اللي داو داك اللي في التليفون اللي لقاه في التليفون، هو اللي داير هذه الجريمه، حيت هو خدام تا هو هنا ودارو هنايا. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا الشيء اللي تنعرفو. وهاد الجيران الله يجزيكم بخير، لما سولوهم يشهدوا بالحقيقه. الاب ديالي كان في الخدمه كالعاده، هاد الاخبار كاينه في التليفونات، كاين في الاخبار، حنا تنسمعوا بها ما عارفين عليها حتى شي حاجه. اليوم تجاو على غفله، يعني كل والد عارف شي حاجه من هادشي ما غاديش يبان. جالس في الخدمه كالعاده خدام علينا، راه عنده جوج بنات، انا اختي والدراري اربعه، يعني ما غاديش يفكر يدير شي حاجه ويخلينا ويخلي مرته ويخلي ولادو. ما عارف لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عارف حتى شي حاجه. قالوا لينا بغا يحقوا معاهم على قبل هاد السيد، حيت تيجي وداكشي، قالوا ممكن يعرفوا اي معلومات على داك اللي دار هاد الجريمه. هو الحرفه ديالو نجار، هذاك نجار تيجيب مره مره، تيجيب السلعه تينجرها تيدير عليه. الناس تيشوفوه معاه صافي، ملي وقع دار هاد الجريمه قالوا بغيت تحقوا من الهضره. من اخ ديالي مشاير خدام في المدينه شهرين، هذه ما مشى حتى شي بلاصه ما والو، قلات الخدمه هنا وقال الله ما يبعد يسر راسو ويجي. لا حنا هادشي كاع تنسمعوا شي حاجه قالوا معاهم هاد الدري، ولكني كذبنا، حيت حنا تنشوفوا الدري وباه ما شي حاجه، شي اماره ولا شي اشاره ولا شي حاجه زعما تشوفيها فيهم. لا قلنا حنا ما يمكنش هادشي يكون، واتجه هاد المخزن وجه هاد الشيء وعلموا لله. تنطلبوا الله يفرج عليهم وعلى جميع المسلمين، اللي دار شي حاجه بينا الانتقام، ينتقم منه المخزن وبينا يتربى، واللي ما دارش الله ينزل براءه. فيه حتى شي حاجه ما مزيانه، كل شيء في الحوايج فيه مزيانين، ومضي هو وباه مصليين وقاعدين في محلهم، اتقي الله الحق مزيان. راه جيراننا وما تيسالنا غير قد هكا، شهود الدنيا شهود الاخره. وهذا الشيء ما شاء الله، وانا تيدخل عندي حتى الدار ما تيخطاني هذا الولد كاع، هذا البشير ها ما تيخرجش مع عندي من الدار، دخل الدار وخرج بحال ولادي وما فيش هذا الشيء. ما شاء الله استغفر الله العظيم. راه لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.